هنروح مع حضراتكم نشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. والنهاردة هيكون آخر يوم لطلاب المرحلة الثانية للتسجيل في التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية والمعاهد. كمان النهاردة هيبدأ التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ده غير أنه في 4 مباريات مهمة في الجولة 32 من الدوري المصري. خلينا نشوف من خلال هذا التقرير الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم مد فترة تقديم طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد لحد الساعة 7 بالليل النهاردة، وده حرصاً على مستقبل الطلاب وإتاحة الفرصة لمن يرغب في تعديل ترتيب رغباته. النهاردة هتبدأ أول أيام عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية. التسجيل هيكون متاح من النهاردة الساعة 9 الصبح ولحد يوم الثلاث 30 أغسطس. برضو النهاردة هينظم قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي كازالون، وده هيكون الساعة 7 بالليل بمركز كارما ابن هاني الثقافي بمتحف أحمد شوقي. المعرض هيستمر لحد آخر الشهر. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة. هيلتقي سموحة مع الجونة الساعة 5:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي المقاولين العرب مع فاركو. الساعة 8 بالليل هيلتقي البنك الأهلي مع المصري، وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع الاتحاد.